ما حكم دعاء النصف من شعبان؟ لم يثبت في النصف من شعبان دعاء ولا صيام ولا قيام، وإنما هو كغيره من الأيام، من عادته أنه يصلي في الليل يصلي، يستمر على صلاته وعلى عادته من قيام الليل. وأما تخصيصا ليلة النصف من شعبان بقيام أو يوم النصف من شعبان بصوم، هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.